مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ السلام عليكم المتتبعات ديالي والمتتبعين ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. سيدنا رمضان ما بقى له والو، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتوا نتوما والأهل ديالكم. اليوم بغيت نشارك معكم طريقة جديدة ديال الشباك، ديال الشباكية. ما غنطولش عليكم، غادي ندوزوا للمقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الفرص او الدقيق الابيض اللي غربلته كما كتشوفوا، وعندي شويه ديال الخميره ديال الخبز، نص معلقه صغيره فريمون، غير شويه غير حبيبات. وعندي هنا جوج الكيسان ديال العنبه معمرين مزيان ديال الجلجلان، وخليت تقريبا واحد جوج ديال المعالق ماشي مطحونين، معلقات كبار شي ما بين جوج حتى ثلاثه. وعندي واحد الطامه ديال الزعفران، وجوج المعالق ديال النافع مطحون، ومعلقه ديال القرفه. وشويه الملح طبعا. وغادي نخلط النواشف كاملين هكا مع بعضياتهم باش يتجانسوا. المهم في هاد لا فيديو بغيت نشارك معكم الطقوس ديال رمضان وصافي. يعني انا ديجا شاركت معكم هادي الشباكيه العام اللي فات، وشاركت معكم حتى السفوف، وحتى في هاد الفيديو شاركت معكم بعض المراحل ديال السفوف. دونك كنكملوا، كنديروا بيضه حتى هي، واحد الكاس ديال الزيت، الزيت البلدي طبعا، ونص ربع كاس ديال الخل، وواحد الكاس ديال الماء زهر، ودرت نص كاس ديال الزبده اللي انا ما تصور ليش، كنت وقفت تصور وما تصورش. دونك زيدوا نص كاس ديال الزبده مذوبه، واللي كيبغيها اللي كيبغيها تجي شويه مقرمشه، ما تجيش بزاف رطبه، فيكتفي فقط بكاس ديال الزيت، ما كاينلاش يزيد الزبده. ولكن اللي كيبغيها تجي شويه هشيشه يزيد نص كاس ديال الزبده. واحتاجت كذلك الماء دافئ باش كملت الجميع ديال الطحين، وكنبقى ندلك، يعني كدلكوها تقريبا لمده 10 دقائق هكاك، وكتقسموها كويرات. انا قسمتها على 6، يعني كيلو قسمته على 6 الكويرات، وخليتها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه. الا كنتو مزروبين خليوها غير ربع ساعه، ولكن ضروري زعما تخليوها ترتاح شويه باش كتعطيكم الضعف باش كتجيو تطلقوها. انا طلقتها بهذه الماكينه ديال مرا معروفه ديال لي بات، طلقتها على النمره جوج على ما اظن، ولا على ثلاثه على حسب نتوما شنو بغيتو. صافي كديروا هكا الشرائح طوال، بالجراره يكونوا متساويين، وكتبقاو تدوروهم بحال هكا، وكتلصقوها من الجنب، كتضغطوا عليها وكتجيكم بحال وريضه. كتجي في الحقيقه زوينه، هاد العام درتها هكا، كتجي فريمون شكيل جديد، وكتجي مزيونه حتى في المنظر ديالها كما كتشوفوا. كنعاود معاكم باش، وكتلصقوها من الجنب طبعا، نتوما كدورو نتوما كتلويو في العجينه، شفتوا الشكيل كيجي مزيون. وهنايا درت حتى بليغات، يعني نفس
نفس العجينه درت منها بليغات، وكتقدروا تقطعوا البليغات. يعني هذه كانت تجربه، يعني قطعتها بديك القطعه ديال الحلوه ديال صابلي وجات مزيونه، جا شكيل صغير ومزيون. غير فكره عطيتها لكم اللي بغى. صافي، من بعد ما ساليت كاع الشباك ديال الشباكيه ديالي، درت تقريبا واحد النص ديال الشباكيه ونص الاخر درتو بليغات. حتى كنكمل في مره عاد كندوز للقالي. دونك سخنت الزيت، ضروري تسخنوه، ما ديروهاش في الزيت بارد باش ما تشربوا لكمش، او ميم طو ما خرجش العافيه تكون مجهده ما بين وبين باش ما تحرقش لكم الشباكيه ديالكم. صافي، القالي راه معروف حتى كتحمر، خليوها حتى تتحمر، عاد كدوزو كطفيوها في العسل اللي كيكون موجد على قبل، كتوجدوا كل شيء قبل ما تبداو القالي. صافي، كنوجدوا العسل ديالنا حدانا، كنبقاو نطفيوها فيه، كنخليوها المده اللي غادي تطيب لينا الشباكيه الاخرى اللي غادي نبداو نحطوها، عاد كنحيدوها من العسل، ماشي غير تغطسوها وتحيدوها، ما غاديش تشرب العسل مزيان. دونك كندوزو نقليو الاخرى، كنحطوها تقلى وعاد كنعاودو نغطسو هذه مزيان ونبداو نحيدوها. هنا بغيت يعني درت لكم فيديو في فيديو واحد. هنا بغيت نشارك معكم الطقوس ديال السفوف، انا ديجا مشاركه معكم، راه كاين في القناه اللي بغات تشوفو. غير هنايا درت كيلو ديال الدقيق، العام اللي فات كنت درت قل. دونك عندي كيلو ديال جلجلان، كيلو ديال عفوا ما درتش كيلو، درت غير نص كيلو ديال الجلجلان، ودرت كيلو ديال اللوز والنافع، حبه حلاوه، وخلطته بالزيت. يعني نفس الطريقه ديال العام اللي فات، هذه الطريقه ديالي. العسل طبعا كنخلطو انا غير بالزيت، وكيبقى الصراحه مزيان لان ما كنخليهش يعني غادي يطول عندي بزاف. دونك الزيت عندي زوين، كيبقى مزيان، ما كيجيش فيه داك المذاق ما زوينش. هذا كان فقط يعني شاركت معكم الطقوس ديال التوجات رمضان، وصافي راني حاطه لكم ديجا في القناه الطريقه ديال السفوف. كتزوقوا على هذا الشكل، طبعا الزوق كيبقى كل واحد وكيفاش كيدير ليه. هذه الشباكيه ديالنا من بعد ما وجدات كنديروها هكا في كويغطات، والبليغات حتى هما كتقدروا تزينوهم باللوز ولا بالجلجلان. انا بما انني دايره الجلجلان ديجا فيه راه كيبان، ما بغيت نزوقها غير هكا باللوز، كتجي رائعه، والمنظر ديالها كيجي فن، وحتى المذاق كيجي فن رائع. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من الدعم اللي لايك، وكنتمنى لكم مرة أخرى رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتو يا رب. وصلنا لنهاية الفيديو، إلى فيديو آخر إن شاء الله يا ربي. كنتمنى لكم توزوا رمضان مزيان، وبسلامة عليكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله يا ربي، بسلامة. مرحب مرحب يا هلال.